تسمحي؟ بس انا ما بعرفش ارقص. اعلمك. محسوبه اكيد. كمان اتفضلي. زي ما قلت لسيادتك. شفتي بقى الرقص سهل ازاي؟ مبسوطه مني؟ اديني رقيت كمال زي ما وعدتك. ميرسي. كل اللي بعمله ده علشان خاطرك. مش لازم الوش الجميل ده يزعل ابدا ولا يشيل هم ابدا. عايز اخليكي اسعد مخلوقه في الدنيا. هناء، لو طلبت منك تقابليني الساعه 6 ترفضي؟ بس هتقولي لي كمال هشوف طريقه اشغله بيها في المكتب. لكن ضروري اقابلك. حاجه مهمه لازم اقولها لك. هناء. سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانت بترقصوا؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي لل 100 جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء. الراجل ده احنا مديونين له بكتير. خليكي لطيفة معاه. ممكن يوصلني لبعيد. بعيد قوي. كاس واحد مش هيعمل حاجة. عشان خاطري. هناء. أنا أول ما شفتك ومن ساعتها مش قادر أنساكي. أنا ما بطلبش منك تحبيني. كل اللي بطلبه إنك تسيبيني أحبك. وأوعدك إنك مش هتشوفي معايا أيام وحشة أبدا. ضخمة وإخلاص في العمل وتفانيه فيه لم يكن وليد لحظة فهو طموح ذلك هنا منذ البداية. عمل بالشركة معلش كلها نص ساعة ونقوم وتبوأ مركزا وراء مركز. ما يصحش بفضل دأبه المستمر. حاسة إني تعبانة أوي ونشاطه. هاخد العربية وأرجع عند التاكسي رؤسائه له. وهكذا أيها السادة، رأيت واجبا علي أمام هذا الجهد الكبير الذي قام به الأستاذ كمال أن أوجه إليه الشكر على ما قام به من خدمات دليلة للشركة. وشكرا. قولي من فضلك. نعم يا ست هانا. هو الأستاذ أحمد فؤاد موجود؟ موجود يا ست هانا. طب لو سمحت اندهولي. حاضر. خير يا هناء؟ أبدا. حسيت إني عايزة أشوفك جيت لك. كنت بتذاكر؟ يعني أقدر أعطلك على مذاكرتك شوية؟ بتسأليني؟ تعرف إن دي أول مرة أجي شارعكم من ساعة ما عزلنا؟ كان شعورك إيه؟ حسيت براحة وأمان. ليه؟ يمكن عشان رجعت الأيام زمان، أيام ما كانت الدنيا والناس وكل حاجة حلوة.
ندمانه على الايام دي هناء؟ جدا، لكن للاسف مش ممكن ترجع تاني. هناء، انا طبعا ما اعرفش كتير عن حياتك، ما اعرفش اكتر من اللي انت قلتهولي، لكن بحس في كلامك انك عينيكي فيها حزن. ليه؟ الدنيا حلوه والناس ما وحشين. وحشين يا احمد، ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي انت مش راضي عنه. ايه اللي انت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا احمد. هناء، هي الناس ورانا ورانا. معلش، نفسي اهرب معاك، اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت أشم شوية هوا. عمرو نام يا دادا؟ من بدري يا ست. تعرفي إن الناس كلها لاحظت لما سبت الحفلة ومشيتي؟ ما بقتش عارف أقول لهم إيه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا. على فكره، مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه. لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يعني. ومش معقول كمان هقعد ال 24 ساعه جامل في سعفان بيه بتاعك. أقل ما يجب يا حبيبتي، الراجل أكرمنا في الحفلة، لازم نكرمه في بيتنا. أنا قرفت بقى، لا عايزة أتكرم ولا أكرم، سيبني نام. ظاهر إن أعصابك تعبانة، تصبح على خير. اخفى عليكي، بقى تقعدي المدة دي كلها وما تسأليش عني. أعذريني يا سميحة، أصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنت معاه ليلة راس السنة. جو جديد؟ مين؟ أحمد. دي كانت حتة بوسة يا بنتي، ولا بوسة إيف مونتان لبريجيت برضو. ها، وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا، لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كلية الطب. يا حلاوة، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو اتحلوة وخلاص. والنبي، ده انا كنت خايفة لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبة. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاتنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحة، ما بقتش قادرة استحمل، حاسة اني بمثل 24 ساعة. نفسي ارجع طبيعية زي زمان. لا وحياة ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة، انتي ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. ما
تسميها صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوة صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ أدي حبي ليك يا حبيب. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني أبدا. أعمل إيه؟ أنت اللي بتعزلي. مش هعزل المرة دي، هفضل جنبك على طول. أدي التقارير اللي لساتك طلبتها مني. رجعت الميزانية؟ طبعا يا فندم. ألو، من فضلك دقيقة. أهلا يا حبيبتي. لا الظاهر إنك نسيتيني. أبدا، بس ظروف. هبقول لك عليها ما أشوفك. قول يا سعفان، أنا محتاجة 200 جنيه ضروري. في الشقة؟ لا مش ممكن. أقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون. حصل ايه قوليلي؟ سعفان، أنا حاسة إن كمال ابتدى يشك إن في علاقة بينا. هو قالك حاجة؟ أبدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحة فين؟ جاية منين؟ هبقى أكلمك في التليفون. خايفة لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اللي من دول؟ مش عارفة. إحنا لازم نبعد عن بعض شوية لغاية ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، أنا هتصرف. أدي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. أمشي أنا بقى. مع السلامة. الله يسلمك. إيه رأيك؟ مش عارف اقول لك ايه. انت مش كنت بتحلم يبقى لنا بيت؟ بس ده كتير قوي. بكره ما تتخرج تعوضني عن كل حاجه. استاذ كمال. ايوه يا فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طياره لندن بكره ومنها على الكونجو تخلص الصفقة بتاعتنا. ما الأستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. مش أنت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. أي خدمات تانية؟ لا. شكرا يا فندم. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش إلا ومخلص كل حاجة. إن شاء الله. أشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامة. خلاص اهو دلوقتي بقى مالكيش حاجه. بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. استنيكي بالليل الساعه 8. حاضر.
معلش الكيس راحت فين يا دادا؟ طيب طيب لما ترجع قولي لي انا اتكلمت في التليفون ضروري تتصل بيا فاهمه؟ تعال قلت لها انا سالت عليها ايوه النبي يا سيدي قلت لها ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حته غير عند الست سامحه صاحبتها الو سعفندي مش معقول اهلا اهلا هناء لسه خارجه من شويه لو رجعت اخليها تتصل بيك حاضر ماهر تعال على طول يا فندم جات اخبار من كمان؟ لسه يا فندم ايه؟ مستعد السفرية ولا ايه؟ مش يجي يشوف شغله البايظ؟ بعت له طيارات حالا يرجع على اول طياره حاضر مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده المفروض كان يقعد شهر في اوروبا وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيش مع أهلك لحد ما تخرجوا ونبقى نتجوز. حاضر يا أحمد. بس أنت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح. وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل تعلن شركة مصر للطيران عن نصول طائرتها القادمة من لندن شكرا Thank you.